على إثر الأحداث الخطيرة اللي كتعرفها المنطقة ديال جردة واللي قبلها عرفتها المنطقة ديال الريف ومناطق أخرى من الوطن، زاكورة وطات الحاج إميدر وغيرها من المناطق، نحن اليوم يعني نرى هذا التسارع في المقاربة الأمنية اللي بالنسبة لنا كتزيد في تهديد السلم المجتمعي. احنا يا خايفين على الأمن في بلادنا والسلم، وبغينا بأن المسؤولين اللي كانوا مسؤولين على هذه الأوضاع أنهم يتحاسبوا، وأن المسؤولين الحاليين أنهم يأخذوا بعين الاعتبار المطالب المشروعة ديال الساكنة ديال جردة وكذلك في الريف ومناطق أخرى، باش يمكن لنا على الأقل نقلصوا شوية من هذا الشرخ المجالي والترابي اللي كتعرفوا بلادنا واللي هو أساس هذه الأزمة الاجتماعية الخانقة اللي كتعرفها مناطق عديدة، واللي جعلت الشباب اللي أمام سداد الأفق كيخرج وكيحتج بطريقة سلمية. احنا كنشددوا على هذه السلمية ديال الحراك اللي كتبين على واحد الوعي كبير ديال المواطنات والمواطنين، ولكن في نفس الوقت كنقولوا المسؤولين راه ماشي معقول هذا التراجع على الحريات في بلادنا، الحرية ديال التعبير، الحرية ديال الاحتجاج، الحرية ديال المطالبة بالحق في العيش الكريم. ولهذا كنقولوا تفتح باب ديال الحوار، هذا الباب ديال الحوار خصو يكون حوار حقيقي ماشي للتسويف ولا للتماطل ولا لامتصاص الغضب ومن بعد ما كتكون حتى شي حاجه. حنا كنطلبوا بانه تكون اشراك حقيقي ديال الساكنه باش يخرج بالفعل واحد البرنامج للاستجابه للمطالب الفوريه. الناس ما عندهاش باش تخلص الماء والضوء، هنا خص يكون تضامن وطني ولا نخلصوا هذه الفاتورات بعدا اولا. ثانيا انه يتفتح واحد الملف لان المنطقه بحاجه الى يعني الاستجابه المطالب اللي هي انيه، ولكن محتاجه الى مشروع ديال نموذج تنموي بديل اقتصادي اجتماعي بيئي اللي كيراعي يعني الكرامه ديال الناس اللي عايشين في الشرق اللي تقريبا واحد 2 مليون ديال النسمه واللي ما كاين لا فرص ديال الشغل لا اوراش ديال العمل لا احترام ديال اي شيء. ولهذا احنا كحزب اشتراكي موحد يعني كنقولوا بانه انا الاوان باش نجاوبوا على السؤال الكبير اللي هو السؤال ديال الاصلاح العميق اللي خاص بلادنا. احنا المشكل الاساس هو مشكل السياسه، يعني انه مازال ما بنيناش الديمقراطيه. المشكل الاساسي هو انه ما عندناش الربط ديال المسؤوليه مع المحاسبه. واحد العدد ديال الناس اللي قاموا بجرائم سياسيه واقتصاديه راهما ينعمون بالافلات على العقاب. ولهذا احنا كنقولوا بان المغرب اليوم وحنا مهددون من جهات كثيره وامامنا تحديات كبيره، بغينا بانه تبنى في بلادنا الديمقراطيه وبغينا الجهويه الحقيقيه لتقليص من الفوارق المجاليه والاجتماعيه، وانه اليوم جرده الجواب يكون جواب تنموي، جواب المحور الاساس ديالو هو الانسان والاحترام ديالو، واننا نرجعوا الامل لهاد الناس والثقه في بلادهم باش يمكن لنا اننا نستمروا، لانه هاد المقاربه الامنيه الشرسه هي اللي كتهدد السلم المجتمعي، في حين الحراك هو حراك سلمي ومشرف ونحن ندعمه بقوه. وفي هذا الاطار احنا كحزب اشتراكي موحد بطبيعه الحال ندعم الساكنه ديال جرده ونحن الى جانبها وعارفين بانها ساكنه مسؤوله وكتحتج بطريقه سلميه، وفي نفس الوقت نطالب المسؤولين بالاستجابة الفورية للمطالب العادلة ومشروعة لرفعها الساكنة، وأنه تحبس هذه المقاربة الأمنية الشرسة التي هي اليوم ممارسة في هذه المنطقة، وأنه يتم التفكير يعني أن كل مسؤولين يتحملوا مسؤوليتهم التفكير في النموذج التنموي البديل اللي خصو يتحط اليوم في المنطقة من أجل يعني الخروج من هذه الأزمة التي ستتبعها أزمات أخرى في مناطق أخرى إذا لم تتم الاستجابة الفورية باش نحقوا يعني واحد النوع من التضامن، واحد النوع من العدالة بين جهات هذا الوطن. الحل كيكمن أولا في الإنهاء مع هذه المقاربة الأمنية، وأن التراجع على الحريات يجب يعني أن ينتهي، لأننا بغينا نبنيو دولة الحق والقانون اللي غادي تقوي بلادنا وغتجعلو يعني قوي أمام التحديات الكبرى. ثانيا لابد من الإفراج الفوري على المعتقلين، سواء المعتقلين على خلفية حراك الريف ولا المعتقلين ديال جردة، لأن هذا العبث
في التعامل مع الاحتجاجات السلمية في بلادنا لا يمكنه قبوله، وهو اللي غادي يجعل مناطق أخرى غادي تحتج وغادي تخرج. وهذا الشيء يعني ماشي هو اللي بغينا، احنا بغينا الحلول التي تبدأ من الريف وجردة وتمتد إلى جهات أخرى من الوطن، وأنه النماذج التنموية البديلة تنزل اليوم، وأننا يبدأ الشروع فيها، ويكون دائما الربط ديال المسؤولية بالمحاسبة مع إشراك حقيقي ديال الساكنة باش تتبع الصرف ديال هذه المبالغ اللي غدا كنتمناو أنها ستضخ في المشاريع الكبرى اللي غادي تخلق فرص ديال الشغل، في احترام للبيئة، في احترام لي يعني لكل هذه الجهات ديال الوطن اللي عندها مؤهلات كبيرة ولكنها لا زالت تنتظر.